مع كلمة الرئيس الفخري للمجموعة الوطنية للعمل الإعلامي والاجتماعي فرح، سعادة المدير العام القاضي الأستاذ عرفات شمس الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجيئك الربيع كنزا مثقلا بالعشق والندى، ويأخذنا كوحي صادق نحو أطراف السماء، فأهيم نحو الأم أسمع في الصدى بعض ألحان الليالي، وأروح إلى ثوانيها المضنية حيث تجمع في حنينها الأزلي أطفالها، وتؤذن في يمين طفل وتعزف له في اليسار إقامة مثلى. أسافر إلى سريرها حيث تناجيه بأبياتها الأولى أن اقرأ، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. يتبادلان أطراف الحب الأول والحرف الأول والكلمة الأولى والأبيات الأول. أجلس على أطلالهما برهة فأعود مطلوبا إليكم، ملقيا بين يديكم رئيسة الحفل الكريم أيها الدفء المقيم، السلام عليكم ورحمة الله. في مناسبة تجمع فيها روائع المواسم، وفي مكان تكاد جدرانه تكتب شعرا ونثرا، كيف لا وهو أرض خصبة رعته وروته هذه السيدة الكريمة، ويكاد لا يغادر قصيدة ولا رواية إلا أحصاها. هنا نزرع لهؤلاء فيحصدون، ونعلمهم ونعلمهم فيتلون ويسبحون، ويسبقوننا إلى حيث يكتبون في العلا لغة كلغة الشمس، وجمالا كألوان القمر، ويعرجون في أسفارهم كالنجوم، فيستحضرون مع كل قصيدة ثقافة هجرت، ويأتون مع كل صدر وعجز قافية سبيت، ويعلنون مع كل روي أنها الأمانة ما تركت. أيتها السيدات، أيها السادة، إنني في أول إطلالة شرفتني بها المجموعة الوطنية للعمل الإعلامي الاجتماعي أعلن أمامكم الثوابت الآتية. أولاً، إننا ننتمي وبوضوح إلى مدرسة رسم إمامها لبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه. وأرسى رئيسها ثقافة الحوار والانفتاح، وأطلقت سيدتها العنان لدماثة وجدانها، فسرنا وعين الله ترعانا. ثانياً، إننا إذ نوجه التحية إلى جميع الجمعيات الأهلية وجميع المواقع الإلكترونية، جميع المواقع الإلكترونية العاملة في منطقتنا، ندعو أنفسنا وندعوهم للاهتمام بالأنشطة الهادفة التي تعنى ببناء الإنسان والمجتمع وصيانة الوطن، كما ندعو أنفسنا وندعوهم إلى التحلي بثقافة الحب، فوالله ما الله إلا الحب، والترفع عن الأنانيات الضيقة والمصالح الفردية، والقبول بمنطق المنافسة الشريفة المشروعة أساساً لكل نمو وتطور. ثالثاً،
إننا وإذ نقدر عالياً الجهود التي يبذلها المجلس البلدي في صور ورئيسه الخلوق المجتهد الوفي الصديق الأستاذ حسن بوق، ندعو جميع القوى السياسية والجمعيات والشخصيات الروحية إلى دعم هذه البلدية في جهودها الرامية لحفظ الأمن وسلامة الناس وعيشهم الكريم، دون أن نترك حقنا في ممارسة الرقابة والنقد البناء. ونذكركم أننا كنا أول من أطلقنا فكرة بلدية صور أمام محكمة الجمهور خلال المؤتمر الذي عقد في استراحة صور السياحية لهذه الغاية، كما كنا العقل المدبر لأروع ظاهرة في الحياة المدنية ألا وهي شارع المشاة. وفي مقابل ذلك ندعو المجلس البلدي للمساهمة الفاعلة مع الجمعيات في كل نشاط يهدف لتعزيز الوعي السياسي ومفاهيم الانتماء والانتساب للقانون والمواطنة الحقة، فنحن وللأسف تربينا على ثقافة المخالفة والتشاطر، ولا تتطور أمة تسخر بالقانون، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رابعاً وأخيراً، أننا لن نوفر جهداً لنكون في طليعة العاملين للشأن العام، وإن كنا ذات يوم من الأيام المظلمة أرادونا شهداء أحياء على مذبحة العدالة المنتوية، لأننا وضعنا المدينة آنذاك وأمنها فوق كل اعتبار، فإننا ماضون في نهجنا وفهمنا للقانون الحق وعطائنا على كل الصعد لاستعادة حقنا المسلوب والحفاظ على كرامتنا. ونحن لا نخاف في الله لومة لائم، ومعنا تاج هذا الوطن دولة الرئيس الأستاذ نبيه بربر. عالية المقام، شكراً لدعمك لعطفك لرعايتك أمام كل ما تهدينه لنا، لا شيء نقدمه إليك إلا الحب، كل الحب. وضقتي نزلت قلباً ووطأتي ورداً وريحان، عشتم وفي أيامكم فرح وعلم وعمل وإيمان. عاش الصور، عاش لبنان.